لسه خارج من محل النظارات دلوقتي في المان او شايفينه هناك اهو. ليه انا جيت محل في المان ما روحتش مثلا محل تاني او مكان تاني بيعمل نظارات مع ان المول هنا فيه كتير ومدينة نورنبرج مليانة ناس بتعمل النظارات؟ اولا اول ما جيت من اوكرانيا كنت محتاج اعمل نظارة عشان نظارتي اللي انا كنت عاملها في اوكرانيا نسيتها هناك. المهم زي حاجات كتير قوي نسيتها. لما جيت هنا لقيت رعاية وليت اهتمام غير طبيعي غير طبيعي. فقلت ان شاء الله باذن الله لو حبيت اعمل اي حاجه ان شاء الله هاجي نفس المحل وهعمل عندهم اي حاجه. دفعت فلوس مش مشكله بس خدت اللي انا عاوزه. كنت بحسب الموضوع رخيص صراحه، قلت يمكن 60 يورو 70 يورو، والله العظيم 199 يورو بالظبط، يعني 200 يورو. يلا مش مشكله الحمد لله، بس عملت حاجه نظيفه تستحمل للايام اللي جايه. طب انت غيرت ليه العدسات اللي كانت موجوده؟ انا لما حصل موضوع تعب عينيا الدكتور في الاخر نصحني وقال لي لازم تعمل نظارة ومواصفات غير المواصفات اللي انت كنت بتلبسها، مقاس غير. فالحمد لله عملتها وما اختلفتش كتير على فكرة، يعني انا شايف زي ما كنت بشوف في النظارة. في محل نظارات اهو شايفينه اهو، وفي محل احنا سبناه الناحية التانية اهو شايفين، يعني هتلاقي محلات نظارات كتير قوي داخل المول هنا. اهم حاجة تعمل الشيء اللي يناسبك. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا، صباحكم جميل. بالمناسبة يا جماعة الأيام اللي جاية كلها بقى هتبقى بالنظارة، لأن الطبيب قال لي متقلعش النظارة عشان نظرك ما يتعبكش. أنا بصراحة يعني ممتاز، الحكاية خلفت معايا كتير قوي، عالجولي موضوع اللي هو الغيامة الخفيفة دي والحمد لله ربنا سترها. صباح الفل صباح الفل صباح الفل. النهاردة أنا رايح أعمل نظارة جديدة بعد ما أخدت التقارير من الطبيب، وراح اعمل فحوصات دلوقتي في محل نظارات. دعونا ربنا يوفقنا وتطلع نظاره حلوه ان شاء الله. هعمل نظاره كويسه وهنمشي بيها بقى على طول. طبعا انا في الفرانكل سنتر كنت هنا من كام يوم، كنت بحدد ترمين او ميعاد عشان الفحص بتاع النهارده. ما هو هنا ما ينفعش تعمل حاجه منك لنفسك، لازم تاخد موعد، لازم ايه، لازم يبقى في نظام مش هرجله. في كلمتين في الاخر هقولهم ولا تأخذوني عليهم، عاوز اسمعهم اسمعهم بس هم مش ليك. انا في المحل دلوقتي منتظر اللي هو الموظف يعمل لي الفحوصات او الطبيبه، ما اعرفش بقى اللي بيبقى موجود عندهم ايه، بس المحل طبعا كبير. بصوا عامل ازاي ده غير الناحيه الثانيه، بس عشان في ناس. صباح الفل صباح الفل. ايه رايكم كده، حلوه النضاره؟ صباح الفل. غيرت بس العدسات لكن الشامبر هو هو، وكلفتني تقريبا 200 يورو 200 يورو عشان النظاره دي فيها فيها ايه، فيها جزء للقرايه وجزء للمشي. طبعا نفس العدسات اللي هي القديمه ضد الخش، اللهم صل على النبي، ضد الكسر، وضد ايه تاني، وانتر فلكشن. بس الحمد لله اتعملت ومية مية وزي الفل. طبعا انا قعدت هنا كتير وادوني ميعاد واستلمت النظاره والحمد لله، وما زلت موجود في المول. عاوز اكمل بقى الفيديو بتاعنا ان انا ادردش عن القوانين هنا داخل المانيا. الناس هنا في المانيا بتحترم القوانين؟ طبعا بيحترموا القوانين في اوروبا كلها، حتى كان في اوكرانيا مع بعض الناس اللي انتوا فاكرينهم او عارفينهم اللي هم بايعين ضميرهم وبايعين دنيتهم وبايعين كل حاجه. اهم حاجه الكاشات، اهم حاجه الفلوس. تبص تلاقي هنا في القوانين والناس عارفة القوانين وبتمشي على القوانين دي، محدش بيحاول ان هو يكسر القانون او ان هو يخالف القانون، لدرجة ان الناس هنا يعني مثلا على سبيل المثال وحاجة بسيطة قوي من حياتك اليومية، في البيت في كل بيت بيبقى موجود تقريبا 3 عبوات لإلقاء الزبالة ولا القمامة اي حاجة ماشي. 3 عبوات دول بيبقى كل واحدة مصنفة لشيء معين، يعني ما ينفعش ترمي في عبوة الورق ترمي فيها الحاجات اللي هي الخاصة بالإزاز مثلا على سبيل المثال. طيب ايه المشكلة، ما انا ممكن ارمي ومحدش يشوفني، بس لو حد شافك هيبلغ عنك، ولو جم اللي هم بتوع البلدية واكتشفوا ان في إزاز في عبوة الورق هتلاقي نفسك خدت لك اشتراف في المتين، وعلاوة على ان الجيران ممكن يبلغوا عنك. هنا الناس اسهل حاجة يبلغوا عن اللي هو المخالف. فانت لو انت هتعيش داخل بلد من البلدان اللي هي داخل الاتحاد الاوروبي، حاول بقى تحترم القوانين دي. انا ما اعرفش بصراحه
باقي الدول فيها ايه ونظامها ايه، ولكن انا بكلمك على المانيا بما اني موجود في المانيا. لما رحت التشيك صراحه بشوف ان التشيك قريبه شويه لاوكرانيا، مع اختلاف برضو البنيه التحتيه الحديثه والحاجات الجميله، واوكرانيا صراحه البنيه التحتيه بتاعتها متواضعه اللي اتهلكت في الحرب، والروس هم اللي هيحاسبوا على الفاتوره. نروح لسلوفاكيا. سلوفاكيا بلد لذيذة جدا، شعبها ناس طيبين قوي وخدومين جدا. يعني انا متذكر لما كنت في الحدود، طبعا معانا شنط والدنيا هيصة زي ما انت فاهم، الناس بتوع حرس الحدود والله العظيم معلقين دبابير وحاجات وشرايط ومعرفش ايه، والله العظيم شالوا عني الشنط وبقوا يساعدوني، وناس ودودين جدا وجابوا لي شاي وزبطوني اخر تظبيطه واحنا موجودين على الحدود، وعصير ومعرفش ايه وبتاع وبسكويت وحاجات كتيره جدا كانوا حاطينها على الحدود. معرفش الكلام ده موجود دلوقتي ولا لا، بس انا شفت الكلام ده في بولندا لما كنت بتفرج على التلفزيون، عشان انا ما روحتش بولندا هذه المره عشان بس ايه الناس ما تفهمش غلط. فالمهم الدول دي تقريبا فيها بلاد مشابهه لاوكرانيا وفيها بلاد ما تعرفش حاجه عن اوكرانيا. لما تيجي على المانيا، المانيا بقى مختلفه كليا وجزئيا وايه وكل حاجه انت عاوز تقولها. يعني الناس هنا، معظم الناس، عشان بس ما اقولش الناس فاقول الناس كلها، لا، معظم الناس هنا بتحب النظافه، بتحب النظام، وبيحبوا احترام الدور. يعني على سبيل المثال النهارده كنت بقدم على شقه جديده، والمهم فكان في طابور، وسبحان الله جه كام واحد كده شكلهم مش المان خالص ولا ليهم علاقه بالالمان. خلاص طبعا احنا واقفين اوكران وانا موجود عربي وتقريبا جنسيات اخرى معرفش جنسياتهم ايه، بس فيهم واحده ست كبيره المانيه. والمكان ده على فكره بيخدم كل الناس، مفيش حاجه اسمها انت عربي انت تركي انت الماني انت لا، كله بيروح هذا المكان وبيقدم، وهم بيشوفوا له الشقه وبعد كده بيبعتوا له بوست يقولوا له تعالى اتفرج على الشقه بتاعتك، وبيتفاهم مع المالك وبياخد العقود، والمهم الموضوع بيخلص. القصد احنا واقفين جه شخصين متاخرين، ناس كتيره واقفه، واحنا تقريبا يمكن انا كان دوري التالت او الرابع يعني، بس واقف محترم نفسي ومحترم الدور عشان انا فاهم الناس دول. الاخ ده راح داخل وحب يعمل فيها عنتر بشداد ويخش بقى هيزاحم بقى وهياخد دور مش دوره وبتاع. اقسم بالله العظيم بتاع الامن الماني قال له فين دورك، قال له ورا، قال له روح اقف في دورك، بعد ما ساله وجاوبه واستهبل فيها وراح واقف ايه معرضها قدام الباب على اساس ان هو اللي يخش. قال له انت دورك فين، قال له دوري هنا، قال له روح اقف في الدور بتاعك ولما يجي تعالى تخش. اه والله العظيم هو ده النظام اللي هو يمشي على الجميع. انا باجي متاخر بحترم الدور بتاعي، وانت حضرتك بتيجي في الاول يبقى تاخد الدور بتاعك والدنيا زي الفل، مفيش اي مشاكل ولا احنا بنتخانق مع بعض ولا بنعمل مشاكل مع بعض. المهم يا جماعه القوانين هنا في المانيا الناس بيحترموها، الناس كمان بتقدر قوي الانسان اللي عاوز يتعلم، بتقدره تقدير كبير جدا وبتساعده كمان. اي حد يقول لك ان الالمان كلهم ما بيساعدوش المغتربين في ان هم مثلا لو انت ما بتعرفش لغه حاجه بسيطه فهو ينزل للمستوى بتاعك اللي هو الضعيف ويبدا يطلع معاك سنه سنه لحد ما تفهم، الناس هنا بتعمل كده. لما بتخش محل وبتكون عاوز حاجه، الشخص اللي موجود داخل المحل بيحاول ان هو يساعدك بقدر الامكان، حتى بيسالك تعرف لغه انجليزيه اللغه الاولى دايما بيسالوا عنها، فبتقول له لا بعرف مثلا عربي وبعرف كذا او ايطالي او اسباني، شوف بقى انت اللغه اللي انت بتعرفها وبتقول له عليها، بيقول لك لو في حد ممكن يساعدك. المهم ما فيش خلاص اتعامل بقى وهات مترجم معاك. الحمد لله رب العالمين، يعني بلا فخر انا دلوقتي جيت هنا المكان ده وحددت الميعاد، جيت النهارده عملت فحوصات لمده طويله جدا وعملت النضاره والحمد لله استلمتها كمان والموضوع خلص. يعني في تعاون كبير جدا في هذه الاماكن علاوه على القوانين. بالنسبه لاي معلومات تخص المانيا او اللغات حتى، حبيبي القلب ده انا ما بقاليش غير سنه واحده هنا وانا مش مولود في المانيا، ده انا جاي من اوكرانيا على المانيا، هعيش هنا الله اعلم، هرجع بكره الله اعلم، دايما بقول الله اعلم، ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي يعرف الغيب، فانا ما اعرفش بكره هيحصل ايه او بعد ساعه حتى هيحصل ايه، الله اعلم بالمستقبل. فخلينا نشوف الدنيا هتودينا فين. عاوز بقى افرجكم على المول، يلا بينا.
بص المكان نظيف جدا ومحترم جدا، وكل تقريبا الاماكن داخل المانيا هتلاقيها مصروف عليها، سواء في البنيه التحتيه او في المحلات التجاريه او الشركات. ناس بتصرف صح، بتحط الحاجه اللي تعيش يعني. بص شايف البتاعه دي عامله ازاي، تحفه محطوطه. بص يعني، بص يعني يمكن ده الشغل رقم واحد مثلا اللي اتصرف عليها في وقت ما اتعملت هذه البتاعه، بقالها مثلا ممكن 5 سنين مثلا. بص عامله ازاي، كانها لسه معموله امبارح. الارضيه بص عامله ازاي، شايف بسم الله ما شاء الله، اخر نظافه واخر روقان. المحلات نفسها بص عامله ازاي، ولا بيبان ولا اي حاجه، الناس عادي تسيب محلاتها، بتقفل بباب عادي وفي كاميرات اهي، يعني لا يجرؤ حد ان هو يخش، يعني الحراميه هنا يمتنعون. يعني واحد زي اوران الحرامي ده لو جه هنا هيتنفخ. طبعا هو اتنفخ في ماغنيت وبيقول لك انا رحت اشتريت من ماغنيت. اشتريت ازاي من ماغنيت يا اوراني؟ طب روح شوف ماما وابلة بيعملوا ايه. في كل مكان هتلاقي حاجات جميلة ومحلات واشياء يعني ما شاء الله تنبهر بيها، عشان انت ايه بتحب النظافة. الحاجات دي في اوكرانيا شفت حاجات زي كده كتير في مدينة خاركوف والله العظيم، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. هنعمل ايه اكتر من كده؟ في محل جميل قوي انا بجيه هنا عاوز اخدكم امشيكم فيه، ايه رأيكم؟ يلا 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 واحنا نازلين كده. المحل ده اسمه مولر، خلينا نخش نشوف فيه ايه مولر النهاردة. حبايب القلب حبايب القلب، النهاردة عيد الحب. طبعا عيد الحب ده يا جماعة للناس اللي هي بتبقى متجوزة والناس اللي هم بيحبوا جديد زي حالاتي كده. طيب الشوكولاتة دي ايه، كام كيلو؟ 300 جرام. بص الشوكولاتة قد ايه، كانت بتباع في اوكرانيا، كانت بتتباع في اوكرانيا بكام الشوكولاتة دي بالبندق؟ ب129 سنت. يعني الشوكولاتة في اوروبا يا جماعة حتى كانت في اوكرانيا كانت رخيصة جدا انواع الشوكولاتات. فحبيب القلب حاول يا حبيبي تفهم المكان اللي انت موجود فيه صح، عشان محدش يضحك عليك، فهمت؟ انا عاوزك تبعد عن الحاجات دي اللي هي الجيلاتين دي، شايفها دي تخلي بالك منها عشان دي فيها دهون داخل فيها خنزير اصلا لك، فابعد عنها يا عربي يا مسلم. هنا الحاجات دي احترس منها، اقرا قبل ما تاكل اي حاجه. المواد دي كلها معظمها يعني داخل فيها دهن الخنزير، عشان ما تلاقيش نفسك يا ابن الحلال بتاكل لك خنزير ولا بتاع. بصوا قسم المكسرات، كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب وربنا يبلغنا رمضان يا رب. بصوا الفستق بكام؟ ب2.69 يورو اهو. ده كام جرام فستق؟ انا بجيب ال 250. ده كام؟ مش كاتبين هنا اهو كام؟ 150 جرام اهو، شايفين؟ 150 جرام. انا بجيب ال 250 بجيبها ب 2 يورو ونص من الجماعه اللي هم بتوع كازاخستان، بيجيبوه تقريبا مهرب، وانا ليا ايه؟ المهم ان انا بوفر وخلاص، انت خد بالك؟ النوع ده من الشطه رهيب، دي شطه ايطالي. خلي بالك لو هتاكل منها احترس. نفس العبوه دي انا بجيبها وعبد الله بيجيبها، بس مش نفس الرسمه يعني، بس هي نفس العبوه بنفس الغطا كده. ب 2 يورو عبد الله باين؟ 2 يورو صح؟ دي ب 2 يورو 79. في حاجات غاليه وحاجات بتبقى رخيصه، شايف؟ يعني عبوه الشوكولاته دي ب 185 سنت، بس انت تخلي بالك عشان الحاجات دي بيبقى فيها احيانا داخله الكحول، فحاول بقى تقرا وتعرف الحاجه اللي انت هتاكلها، وخصوصا الشوكولاته. وانا بقول لك وبعيد عليك، خلي بالك من موضوع الشوكولاتات في اوروبا جدا، لان الشوكولاته معظمها بيبقى داخل فيها اللي هو شامبانيا ويسكي. لو انت بقى بتشرب الحاجات دي عادي بالنسبه لك، مفيش مشكله يا برنس، عيش حياتك وسيبنا نعيش. صباح الفل. عاوز اشوف حاجه تكون كويسه وفي الامان، بعيد عن الصراصير وبعيد عن مش عارف ايه. ربك يسترها يا نجم، ربنا يكفينا شر الصراصير. بصوا الحاجات هنا رخيصه قوي، حتى كانت في اوكرانيا زي ما قلت لك كان الاشياء دي رخيصه رخص فظيع. تستغرب شوكولاته يا بص قد ايه، بص وتلاقيها مثلا ما تكملش يورو، انت واخد بالك؟ وهكذا. طبعا المحل هنا غالي بصراحه، عشان ما بقاش ايه
ببالغ يعني. الشوكولاته دي في ليدل دي بحاجه و60 سنت او حاجه و70 سنت، انت خد بالك هنا كاتبين عليها 129. براحتهم شركه اخرى كل واحد يكتب اللي هو عاوزه، انا بقى اشتري او ما اشتريش دي حاجه ترجع لي انا. بص شايف يعني ال 74 والحاجات دي، تعرف ايه ال 74% دول، ايه ال 55% دول، لازم تعرف. ممكن يكون ال 61% دول ممكن يكون حاجه ما ينفعش تاكلها انت كمسلم، فلازم تعرف تروح قالب البتاعه دي كده وبرنامج المترجم معاك وتروح مترجم الكلام ده، بيكتب لك بقى المكونات. حتى على الجيلاتين دون اللي انا وريته لكم من شويه، الحلاوه اللي هي الجيلاتين، الحاجات دي بيبقى كاتب لك ورا كل حاجه، ما بياكلكش حاجه غصب عنك، كل حاجه انت بتاكلها بمزاجك. موضوع ان انت بقى جاهل ده موضوعك انت مش موضوعهم هم، لكن انت لو بتعرف تقرا خلاص خير. طب ما بتعرفش تقرا يا باشا المترجم، يا باشا ربنا يخليه للناس كلها يا باشا، ما ماشيين بيه، انا نفسي ماشي بالمترجم هنا. الحاجات دي لما بخش السوبر ماركت والاقي حاجات زي كده ببقى حريص جدا ان انا اخلي بالي وبشتري الحاجه اللي تناسبني انا وتناسب ديني. فهمت يا حبيبي؟ يعني بص عاوز اوريك دي كمان، شايف اهي 61%. ايه بقى ال 61%؟ انا لو في مجال ان انا تليفون حد يمسكه ولا بتاعك، طلعت التليفون الثاني وترجمت لكم الكلام ده وعرفتكم ايه الموضوع وايه القصه. فهمت يا حبيبي ده؟ بصوا يا جماعه الفضول عاوز اعرف ده في ايه. طبعا طلعت المترجم فلقيت ان دي، بص دي ميلدي اوس جانا، ده الكاكاو ده من غانا خلاص. في واحده تانية اهي كاتب لك ايه، نيكاراجوا، شايفها دي فين اوس نيكاراجوا. ماشي يا حبي، انت بقى تقعد تطلع بقى الكتاب بتاعك ولا التليفون بتاعك وتقعد بقى ايه تعرف القصه ماشيه ازاي ورايحه فين. فهمت يا حبي؟ فهمت يا حبيبي القلب؟ في بعض الاشياء بتحصل هذه الايام وانا ما بحبش اتكلم كتير عن هؤلاء الناس اللي هم مين. لما تلاقي واحد مثلا حرامي فعاوز يعمل نفسه ان هو شريف، او ان هو عايش مثلا في زريبة فحاوز يحط راسه براسك، او عاوز يعمل نفسه متعلم بيتكلم لغات، فمرة يقول لك انا بتكلم الماني، ومرة يقول لك انا بتكلم فرنساوي، ومرة يقول لك انا بتكلم انجليزي، ومرة يقول لك انا بتكلم روسي وهو يكون واخد الجنسية الروسية، والله العظيم ما بيعرف لغة. طيب انا بتحدى هؤلاء الناس، اطلع يا عم هات كتاب وقرنا منه مقطوعة من المقاطع اللي انت بتعملها، هتلاقي صفر صفر نطق زي الخرى. يعني من ضمن الحاجات اللي بتضحكني لما واحد يجي يتكلم انجليزي فيقول لك وات ايفر. ايه وات ايفر دي؟ في كلمة في الانجليزي اسمها وات ايفر. مثلا يجي يقول لك ايه وان تيرا، ايه وان تيرا دي؟ يعني ازاي انت بتعرف اللغة الانجليزية؟ ده انت لو جبت واحد من اللي هو تعليم المجاني بتاع المدارس وتقول له قول وان تيرا هيقول لك وان تيرا. لما يجي يقول مدينة مثلا يقول لك خيرسون، بيقول لك انا روسي. طب ازاي يا ابني؟ ده بديهي لغة، مش بكلمك على قواعد ولا بكلمك عن كلمات ولا بكلمك عن محادثات، لا ده انا بكلمك عن قواعد اساسية في اللغة، ان انت تقرا الكلمة الموجودة قدامك. طيب الناس دول انا اتحداهم، اتحدى مين؟ اتحدى واحد عايش في زريبة. مستحيل. يعني ايش جاب لجاب؟ لما ست والدتك بتترفع بالونش ليل نهار، لما ست اختك الكريمة بتترفع على الجفاليت، عارف الجفاليت، ليل نهار، تيجي انت تتكلم معايا؟ يعني انا مش شايف صراحة شخصيات انا اتكلم معاها. انا شايف بعض الناس اللي هم يعني والعياذ بالله عاوز يعمل نفسه شيء. الناس هنا الاوروبيين والله العظيم في منتهى الاحترام ومنتهى الادب. يعني ما تلاقيش مثلا واحد هلفوت مثلا يقول لك انا مثلا دكتور او خريج هندسة مثلا. تعرف انت عن الهندسة؟ تعرف ايه انت عن الطب؟ تعرف ايه عن التعليم؟ ما تعرفش حاجة. مجرد ما تشوف هؤلاء الناس، واحنا ما بنقللش قدر حد، احنا بنعرف الناس. يا ابني لما تيجي تتحدى اتحدى شخص في حجمك، لكن ما تتحداش حد سبقك كتير قوي، سبقك كتير في كل حاجة. يعني افهم بقى انت غبي البعيد ما بتفهمش. المهم مقصد الكلام ان انت تشوف الناس حواليك بتعمل ايه وخليك بصاص. لما تيجي مثلا حد يقول لك ايه انا بقعد اضحك على الصعيدي، يعني تخيل جت الزمن ولف الزمن ان واحد في مستنقع عايش فبيضحك عليا انا شخصيا يعني، فانا طبعا لازم اقول اكيد في حاجه غلط. لما تلاقي واحد مثلا ماشي في طريقه بما يرضي الله
واحد مثلا عمال يحاربه باب للطاق زي المجانين، فلازم انت تتعجب لان الكون كده بيتشقلب حاله، هي الدنيا جرار فيها ايه. لما تلاقي واحد يعني اقول ايه، بس احنا نقعد نتكلم عن الواحد ده كتير، احنا ما بنتكلمش كتير، ولكن الناس تحترم نفسها عشان ما تتهزقش. قبل ما تيجي تهاجم واحد محترم زيي، روح بص على ماما واختك، روح بص على فضيحهم، روح شوف موضوع قضية السرقة وانت بتسرق كرتونة بيض يا معفن، ما انت حرامي معفن نشال. لما يكون واحد زناوي واخد على الزنا والنجاسة ميجيش يتكلم معانا احنا الاشراف الاطهار، فهمت؟ لما يكون واحد ما يعرفش النهاردة الخميس من الجمعة ميجيش يتكلم معانا. لما يكون واحد ما يعرفش الالف من الكوز الدرة في المكان حتى اللي هو موجود فيه كله كوبي وبست وارزع، فميجيش يتكلم معانا. بص لنفسك وشم ريحتك وانت تعرف قيمتك الحقيقية. لما بتكلم عن الناس دول، انا القناة عاملها عشان حضراتكم، احنا بنقول كلمتين بما يرضي الله، في الوقت الضحك بنضحك، لما يجي واحد يقل ادبه عليا واسكت له ده انا اطلع ميتين امه وام اللي جابه. الحق ما يزعلش، ولا ابوه القانون ما يزعلش، احنا قرينا فتحتك في اكتر من كده كلام. لما عيل قليل الادب كل يوم عمال يغلط فيك وتعلمه وتفهمه، يا ابني لما اجي اقلد واحد اعلى مني مش واحد في الارض، لما اجي اقلد واحد محترم متعلم مش اقلد واحد بصمجي، لما اجي اقلد واحد يعني محدث نعمه بجد والله العظيم. انا ما بحبش اتعامل مع محدثين النعمه، ليه؟ لان الناس دول يعني هو جوع بس بيتقال عليهم شبع بعد جوع وهو اصلا جعان يعني، واخد بالك؟ فالناس دول انا ممكن انزل المكالمات وانزل وهم بيعيطوا، وانزل وهم عندهم قواضي، وانزل وهم بيتحايلوا عليا، وانزل وهم بيقولوا لي احنا عاوزين فلوس سلف، وانزل ثغراتهم وانكسارهم، وانزل وانا بهزقهم وبديهم بالجزمه القديمه، ممكن انزل ده كله عادي، انا ما يهمنيش حد. اللي عاوز يتفرج على الفيديو اللي فيه حاجه انا برد بيها كرامتي، اهلا وسهلا بيه، ده راجل محترم عشان بيفهم في الاصول، لان ما ينفعش واحد يقل ادبه عليك وهو قد كده واقل من كده وانت تقف تتفرج عليه ليه؟ الحق ما يزعلش، اللي غلط فيا اديله بالجزمه القديمه على دماغه ودماغ اللي جابوه. طيب هقول لك حاجه، الناس يا جماعه ضابط الشرطه بيمسكهم ليه؟ هل بيمسك الناس المحترمه الشريفه؟ لا، بيمسك الحراميه. طب كويس، هل كل الناس المحترمين بتروح الاسم مقبوض عليها؟ لا طبعا، في ناس شريفه بتروح تخلص المعاملات الورقيه بتاعتها، وفي ناس مجرمين ونشالين بيتقبض عليهم وبيروحوا الاسم متكلبشين ايد ورجل وبياخدوا على قفاهم في العنبوقه وبيروحوا وقضيه بتمشي. طب في اوروبا في الكلام ده؟ اه طبعا في الكلام ده، وخصوصا روسيا فيها بلاوي. المهم نقعد نتكلم في هذا الموضوع للصبح. انا بقول كلمتين، يا ابني احترم نفسك، خليك محترم، لما تيجي تتكلم معايا بص الاول على ماما واختك، وبعد كده تعالى اتكلم مع سيتك، فهمت يا حبيبي؟ كده هيبقى نهاية الفيديو بتاعنا، اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، اتمنى لكم كل خير، واتمنى قرني يبطل نشل وسرقة واكل الحرام ويبطل زنا بالمرة ويغسل عاره من المحصنات. صباح الفل، اشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم، السلام عليكم.